مرة لورا. انتبهوا على الملازم وحطوه تحت الحماية. لا تتركوا الحماية وانتبهوا من الأفخاخ. ديروا بالكم يا شباب. بابوش الحماية لك، انتبه على الكل. أمرك سيدي. يا شباب نحن الطريق خطرة، انتبهوا على حالكم، ديروا بالكم. توران أوغلو. من سيف للعلم واحد، انتقلنا على المنطقة، عم نأمن المكان ونظفناه من كل شيء. ما خرج الضل فوق. شو عم تعمل عندك؟ براق! براق اتركو!
من العلم للسيف مركز المنطقة نظيف. عناصر الإرهاب انسحبوا بخسائر كبيرة. تواصلنا مع الشرطة الحامية للقام مقام كمان. وهلأ بدنا ننتقل على النقطة اللي رح نلتقي فيها بقائد الدعم. حول سيف، وين قائدك؟ العلم واحد، في عنا شهيد. مين؟ عامل لك مين؟ الملازم الأول براق سيدي. الملازم الأول براق يجيد استشهد. الله يرحمه. ابني المروحية جاي من اللواء، رح يعطوكم الإحداثيات. خدوا الشهيد وارجعوا على المقر. تسمح لي سيدي؟ كلنا تعلمنا حضرة النقيب، خلي دمك بارد وفكر بمنطقية ودير بالك وحسوب للخطوة اللي بعدها. بس في مكان وقت يلي السكين بتوصل للعظم بتروح هديك اللحظة. لو ما كان يلي شايفه هنيك هو علم، كان هلأ الملازم براق عايش. معناتها هي نقطة ضعفنا الوحيدة هون، العلم. وقت نشوفه هيك ما حدا فينا بيتحمل ومننسى كل شيء. بظن عدونا بيعرف هالشي كتير منيح، بيعرف هالشي وعم يستغله. وهلأ توران مشان علم بلدنا دفع الثمن غالي كتير. هاي هي النتيجة. المروحيات رح تيجي هلأ. يلا قوم، خلينا نقوم ونجهز الشهيد. سيدي، مين هداك؟ مين قصدك؟ الإرهابي اللي كان قدامك لابس نظارة شمسية. ما بعرفه، بظن المسؤول عن هاي المنطقة وهيك شي. شو بيعرفني؟ حياتي كلها ما شفتك هيك سيدي. مين بيكون؟ يلا توران. سيدي، سيادتك رح تروح لحالك؟ بقبل أتقوص وبقبل كل شيء، بس الأصعب إنك تطلع بعين أم أو أب وأخ.
وحتى حبيبة، وإنك تبلغهم بخبر الشهادة. هذا الأصعب. شكله في حدا إجا. شوفي من الشباك بنتي. مين اجا بنتي؟ براق والعميد تبعه امي. قلت لك انه براق واحد مجنون. شو عم يصير؟ والله بظن اجوا ليطلبوا ايد البنت. يا رب تعطيني القوة. ماني شايفة براق. أنت الآن سيدة عم بنتي؟ أنا بس وين براق؟ أنا العميد خليل إبراهيم كوكوس. بنتي أنا قائد براق، وما كان بدي إني دق بالكم بهذا الشكل. الأمر لكم. الملازم الأول براق استشار. لا لا لا، أنت شو عم تقول؟ شو عم تقول حضرة العميد؟ الأمر لكم. بترجاك تسامحني يا بطل. سيدي نحن جاهزين. سيدي
مين؟ ما بعرف، واحد. ايه؟ هو طالبك بالاسم. بالاسم؟ قال بده يحكي معك خصوصا. الو، نعم. انت هو النقيب كاغان بونزوك؟ شو بدك؟ انا بكون المسؤول الثاني عن المنظمة. اخراس ولا تحكي لي قصة حياتك هلا، قل لي مين انت ولك. ماشي، معناها رح اقول لك. جنود كانوا بيعرفوني منيح بهذا الاسم، اساسا كان عندي لحظات ما بتنتسى مع كثير منكم. انا تي في جوز. عم يقولوا انه ضابطك مات بوزوك، الشباب اللي بالمنطقة هيك قالوا. ملازمك الاول انفجر مثل الالعاب النارية وهو عم يرفع العلم تبعكم. قديش هذا الشيء بيزعل. يا ندل، انا راح اصل لسانك يا وسخ يا ابن الكلب. انا بورجيك. اهدى شوية حضرة النقيب، في عندي اقتراح لك. بما انه ملازمك الاول مات، فحتى جيش الجمهورية التركية ما راح يقدم لك هالمعروف. راح اعطيك ملازم اول جديد. شو قلت يا اغا؟ شو رايك بهالاتفاقية؟ شو عم بتقول يا ندل؟ خد واحكي، خد. يلا احكي. ولا انا الملازم اول ساردار، ساردار تركمان. ساردار؟ ساردار؟ ساردار عايش. الملازم أول ساردار عايش. يا شباب، ساردار عايش. الملازم أول ساردار لساته عايش. ساردار عايش. سيدي، قالوا الموضوع ضروري. أوكتاي، مزبوط؟ الفرقة ما رح ترجع؟ سيدي، عم يحكوا عن تواصل بخصوص ملازمنا الأول المفقود. العالم واحد عم يسمع. عمرك سيدي. شوف ابني، ما بقدر ابعت المروحيات ايمت ما بدي، اساساً الدعم مو ممكن، اللي شو عم تحاول تعمل؟ سيدي، نحن تواصلنا مع الملازم اول ساردار على اللاسلكي. كيف تواصل على اللاسلكي؟ شو عم تحكي؟ انا حكيت معه سيدي. الملازم ساردار لساته عايش. شفت الارهابي اللي امن التواصل بمكان الاشتباك حضرة العميد؟ انا متأكد انه ساردار قريب كتير منا هلا. سيف، هذا موضوع عملية تانية مختلفة، هلا ما فيكن تعملوا اي شيء. ما بقدر خاطر بحياتكم كلياتكم. اساسا عنا شهيد، رجع فورا. حضره العميد، اذا ضلينا هون نحن فاهم ولا شو؟ ما بتفهم؟ الزلمه عنده ساردار، اذا رحتوا رح ياخذكم كلياتكم. هذا امر عسكري، رجعوا فورا. سيوف، اسمعوا شباب، الملازم اول ساردار معهم. هذا الزلمه اشتبك معنا بالمنطقه وبعدين انكسر وراح. هلا ساردار مع هداك الارهابي الحقير، وهلا نحن قادرين نفوت ونحرر ساردار باسرع وقت. انتوا سمعتوا اوامر المقر، بس هذا واضح كتير، لانه هاي فرصتنا الاولى والاخيره لحتى نقدر نرجع اخونا. وصدقوني، حتى لو ما حدا فيكن إجا معي وعم بحكي هالحكي من قلبي، أنا بدي روح لهنيك لحالي وآخد معي ساردار، لأنه نحنا ما منترك رفقاتنا ورانا. اسمي كاغان بوزوك، وأنا ما بترك رجالي وراي. رح روح وآخده لأخي يلي بده هاي المروحية إجت يطلع ويروح فيها. القرار بيرجع لكن.
سيدي نحن معك على طول. بس خلينا نودع شهيدنا. ارجع على وحدتك انت. سيدي انا معي اوامر اني ساعدك وانا رح نفذ هذا الامر. ايهان ارجع فورا. سيدي انا ضابط، يمكن هذا الاسير يكون ابن دورتي وكون شايفه وبعرفه. يلا سيدي امشي ننقذ اخواتنا. عمري قول شو ما بدك ومهما حاولت تقنعني ما رح اسمح لك تتصل بحدا بنوب. ممنوع تحكي مع حدا. اي تحت امرك يا سيدي. ملازم اول. تحت امرك سيدي. هذا الطريق اخره صعب ومو عاجبني هذا الهدوء. سمعون صوت رصاصنا. تحت امرك سيدي. عناصر الفدائيين يلا اجتمعوا قدامي كلكن، ارفعوا اسلحتكن وهلا بدي نكرر باعلى اصواتكن، نحن ما منخاف من حدا. نحن ما منخاف من حدا. نحن أسود هاي الجبال. رح يرجف العدو خوف منا. يوصل صوتنا للسماء. ولو شو ما كان قدامنا. ما رح يعيقنا أي شيء. نرفع صوتنا للسماء. ومنخلي العالم كله يسمع. أنا
عنصر بالقوات الفدائية. أنا عنصر بالقوات الفدائية. بسحق عدوي وبخليه يندم. بسحق عدوي وبخليه يندم. أنا قوي بكل مكان. أنا قوي بكل مكان. بالجو. بالجو. وبالبر. بالبر. وبالبحر. وبالبحر. وبالصحراء. وبالصحراء. وبالوديان. وبالوديان. وبالغابات. بالغابات. بكل وقت وبكل مكان. بكل وقت وبكل مكان. استعدوا. مستعدين. استعدوا. مستعدين. فدائيين. 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 ماني سامع. فدائيين. ما بسمعكم. فدائيين. تتوكلوا. على الله. تتوكلوا. على الله.